مشاهدينا عودة مع حضراتكم مرة أخرى على الهواء مباشرة مع دكتور علاء رجب استشاري العلاقات الزوجية. ولسه بقول للدكتور علاء، حضرتك دايما بتقف في صف المرأة. قال لي لا أنا محايد. أهلا يا دكتور. أهلا وسهلا. إزاي حضرتك؟ أهلا وسهلا بكل مشاهدين سيدتي. أهلا بك. هتكون محايد معانا النهاردة برضه جدا يعني، بس أهم حاجة يبقى الهجوم إيه مش على الرجالة قوي، عشان إيه برضه إيه لا إحنا عايزين في الآخر يعني. مش هجوم ومش دفاع، ولكن إحنا عايزين وقائع عشان حياتنا تمشي بشكل سليم. أبدأ مع حضرتك السؤال، يعني تعريف للزوج ضعيف الشخصيه، تعريف للزوج الحمش او اللي بنقول عليه حمش يعني هو قوي الشخصيه قوي بنشوفه كده، ايه رايك؟ بصي انا هقول لك على حاجه. في علاقه بين رجل وامراه، في زواج، اختاروا مع بعض، بداوا شافوا سمات معينه وهي شافت سمات معينه، اقتربت السمات دي مع بعض. اوكي، بدات الزواج، بدا الراجل يرجع في حاجات كتيره قوي، مثلا لوالدته، لاخوه، لامه، يبدا اول بقى ايه اشاعه تطلع عليه، ده ضعيف الشخصيه، ده بيلجا لاهله، ده بيلجا لاسرته. المراه في حياتها بتحب الراجل اللي يحتويها، الراجل القوي. القوه هنا مش معناها الراجل القوي العضلات، هو الرجل القوي بمشاعره واحاسيسه. كلنا ندرك جيدا ان المراه كائن حساس، كائن له مشاعر واحاسيس، ولغه الكلام تستقر في ذهنه وفي مشاعر المراه اكبر بكثير من لغه الكلام عند الرجل، لأن الرجل دايما أفعال أكثر والمرأة أحاسيس ومشاعر أكثر. فلابد أن يحصل نوع من أنواع الاحتواء. لكن مثلا تعريف راجل ضعيف الشخصية في عشان نخصصه في حلقتنا النهاردة، ضعيف الشخصية في حياته مع مراته، إذن هو ضعيف الشخصية مع أولاده. بس أنا عايز أتساءل سؤال مهم جدا عشان ما نبقاش عندنا أن احنا بنجني على أي رجل. هو الرجل اللي انت اتجوزتيه واخترتيه الأول في فترة الزواج الأولى، مش هو هو الراجل اللي انت اتجوزتيه بعد 5 سنين؟ اتغير، تخن شوية، رفع شوية، دي حاجات بس. خلينا خداع النفس. ما يا استاذة رانيا، ما انا مش عايز ايه الحد، انا عايز نبقى ايه مع بعض متفقين ان احنا ما نخدعش نفسنا في عملية الاختيار. صح طبعا. بمعنى ايه؟ طبعا. نتحمل مسؤولية اختيارنا. يعني تيجي تقول لي دكتور انا جوزي بقى بالجوازة دي 10 سنين جوزي ضعيف الشخصية، تعالي 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 انت قاعده 10 سنين، ده انت بطله بقى، ده انت كده تدخلي يعني بطله في الطاقه البشريه، انت تقدري تحملي دي. خلي بالك ان احنا كلنا كمصريين وكعرب الكلمه ليها تاثير عندنا. يعني حضرتك لما مثلا الراجل بيقول لمراته كلمه ما بيعرفش او بيدرك ان الكلمه دي ممكن تستقر معاها طول عمرها. صح. اداها كلمه احاسيس ومشاعر، ما بيدركش ان تلك الكلمه هي تداعبها طيلة حياتها وعايزة نفس المفهوم، يعني نفس العيشة. فمش عايزين نقول ايه هو ايه اللي خلاه ضعيف الشخصية ولا هو ضعيف الشخصية مع اخواته. احيانا بيتفهم غلط، الراجل الطيب ده اصله طيب، لا ضعيف شخصية. ما الطيب ده يعني حاجة كويسة برضه عشان ما نخلطش. اظرف تعريف لموضوع ضعف شخصية الرجل، وهو طبعا اول مرة يمكن تسمعيه، انه الانسان يحس ويدرك تماما أن عمره قد بيع بثمن بخس. لا شرح. نشرح. شرح الشرح. يعني يجي بعد فترة كده الإنسان يقعد كده مع نفسه بعد فترة في الأربعينات، دي أهم فترة، فترة النضوج عند الرجل، واللي بعديها بشوية يجي يحس كده إنه حياته كلها مش هي اللي تخطط لها. هو كان متاخد منه كل السلطة، بيشتغل كتير عشان يجيب فلوس مرتين عشان خاطر مراته، بيروح النادي كتير جدا عشان خاطر يرضي ولاده، بيروح مع بابا مع ابوه او امه لقضاء مصالح عشان يرضيهم. انا بقول ارضي ذاتك قبل ان ترضي الاخرين. يا استاذه رانيا، اللي بتهون عليه نفسه بيهون على الاخرين. بس هي عايزه توازن برضو، يعني التوازن ما بين ايه، ان انا اكون بادي واجبي، وبين ان انا ما اكونش اناني، وان انا برضو ابقى برضي. ايوه بس انت فاكره انت لما بتادي حاجاتك الاوليه ده مش انانيه، ليه؟ سبب انك تسيطري على نفسك. انا بقول في علاقتك مع نفسك مش انانيه منك ان انت مش فاضيه تروحي مع صاحبتك، فانت بتضطري تنزلي طول الوقت عشان صاحبتك ما تزعلش منك. ده ضعف في الشخصيه، ده ضعف في شخصيتك انت، ان ماما عايزاكي في حاجه وانت فعلا مش قادره، لا تمتلكي الاعتذار. فكل طلباتك مجابه، هيستهان بيكي بعد كده؟ دي رانيا دي سهله، في اي وقت تعالي تعالي. في شغلك لو انت طول الوقت بتقضيه بدل زمايلك، هاتوا رانيا تشتغل مكاني. خلي بالك في اجرك رانيا متاحه افيلابل. لا، لابد ان تكون سلطتك على نفسك. انت اللي مش مديه كارت بلانش ان انت حد يديرك. لو انت ديرتي نفسك صح
عمر شخصيتك ما تكون ضعيفه. هرجع للنقطه بقى عشان ادير الحوار صح. اتفضل. ما بقاش ضعيفه الشخصيه. اتفضل. لحضرتك ذكرته عن ان انا طب ما انا عارفه صفات الزوج او الزوجه من قبل الجواز. في برضو يا دكتور ساعات مواقف بتبين او بتبروز الطباع والصفات اكتر بعد الزواج. فهنا التعامل ازاي؟ او حتى لو هي او هو داخلين على الزواج وهو عارف صفات الطرف الاخر ولكن جت مرحله خلاص مش قادر يعني. لا ما هو في انت قلتي حتى مهمه. في سمات تستوعب ونقدر نستوعبها مع بعض وفي سمات ما نقدرش نستوعبها مع بعض. يعني مثلا ايه احنا بنقول كده دايما احذروا الرجل الخانق المتحكم المدلل، احذروا الرجل ابن امه، احذروا الرجل دي حقيقة، احذروا الرجل البخيل. ما تحذروش ايه بقى؟ ليه هو كل رجاله كده؟ لا كل لا حد فيها حلو قوي، في رجاله كويسه جدا. لا اقصد ان كلنا فينا عيوبنا. حلو بس نحذر ايه وما نحذرش؟ لا بس في عيوب قاتله يا استاذ. يعني ما ينفعش لا اخد واحد بخيل، ما ينفعش اخد واحد مش مسؤول. يعني مثلا ايه بيجي يتكلم مثلا اصل بابا يعني بصي من قعده العيله في الاول انت مستقبلك اصل بابا كان رايه ان انا او ماما ادخل كليه كذا باينه قوي فانا بقى باينه قوي. لا تيجي بقى بص بعد شويه اقول طب فوتي على اختي وماما هم هيختاروا لك الفستان. يعني اقصد ايه انه بيبان في لغه في الحديث ونبرات عدم اتخاذ قرار الا للرجوع الى الهيئه العليا اللي هو اداها تصريح انتم اللي تسودوني وانتم اللي تقرروا وانتم اللي تقولوا لي شمال شمال يمين يمين. يجي البي يتجوز يقع في واحده ما تكونش امينه عليه تبدا تخليه مرمطور في الحياه. بالظبط كده تبدا تستهين بيه، تبدا تجرح في كرامته، تبدا تحس ان هي بتلعب دورين وبتبوظ في الدورين. طبعا ازاي هتكون زوجه وازاي هو هيكون وهتكون اب وهتكون صاحبه سلطه وهتكون وهتكون وهتكون. وهنا انتزاع الشخصيه من الانسان لما كمان بيبدا من التربيه. ما هو التربيه ما انا لما يبقى عندي ابني واقول له هتلعب كذا هتروح هتعمل ايه ايه ده برسم له خط. انا دايما اقول اكتب سيناريو حياتك واكتب وشارك في كتابه سيناريو حياه ابنك. شوف شارك لكن في حياتك اكتب سيناريو حياتك عشان تبقى انت صح، انت البطل مش كومبارس. انت ما تكونش راجل كومبارس. مين فينا في الدنيا، مين اي راجل في الدنيا يرضى ان هو يكون راجل كومبارس؟ اذا لم تستطيع المراه ان تستعبد الرجل عبادته يا هنا. المرأة تحتاج رجل قوي. لو هي مع رجل ضعيف لا طب بالراحة بس بالراحة علينا. بقول لك ما هو نشرح رجل قوي دي يعني ايه عشان ما نلاقيش الكرباك شغالة. لا رجل قوي بمعنى ايه؟ القوة هنا تكون قوة في العاطفة، قوة في المشاعر، قوة في الإحساس. خلي بالك كلما كان الرجل قويا في مشاعره وفي أحاسيسه وفي شخصيته استطاع أن يمتلك نفوذ الأنثى، لأن الأنثى نوافذها لا تفتح لرجل ضعيف. دي الأنثى السوية هتعرف راجل ضعيف ليه؟ يعني كل قرار يتكلموا فيه مفيش. نيجي نتكلم عن المستقبل مفيش، نيجي نتكلم عن هنعمل ايه في حياتنا مفيش. طب انت واخداه ليه اصلا؟ ما هو اللي انا عايز اقوله يا استاذ رانيا انه ما تجيش تشتكي بعد 20 سنه ولا 10 سنوات اصل انا جوزي ده ملوش لازمه. انا بسمع الكلمه دي او ده انا الاب وانا الام وانا اللي بودي المدرسه وانا اللي يا ست هانم يا هانم ايه اللي وصل حضرتك لكده؟ لانك تخليتي عن سلطتك. هي مش دي مش سلطته. اوكي مش ليه سلطه هو. حضرتك اخترتيه ليه من الاول لما انت عارفه ان هو ابن امه وعارفه ان هو ضعيف الشخصيه وعارفه 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 وعارفه. هتيجي بقى نقولي ندربه بقى بعد سن ال40 نبقى يتحمل المسؤوليه، هندربه يبقى راجل بقى، هنعلمه الرجوله. الرجوله لا تعلم. يعني مفيش حد كده. مفيش امل يعني للمتزوجه من رجل بهذه الشخصيه ضعيف او قوي زياده عن اللزوم. احنا بناخد الجانبين. لا بصراحه شديده اقوى المشاكل بيقول لك في الحته دي بالذات في حته ضعيف الشخصيه الحمد لله بتيجي ان هو بيسمع كلام باباه بيسمع كلام مامته اكتر. خلي بالك ما هو مامته دي يعني هي الجينات دي. يعني انا بعرف الولاد الصغيرين ما انا بعرف الولاد الصغيرين منين ما دلوقتي الست خلي بالك البنوته لما تروح بيت حماها لو اذا لم تستوعب هذا الرجل وتلك امه وتعتبرهم ده باباها وده مامتها مش هتعرف تعيش حياتها. وبعد كده تطلع بره تتكلم. وخلي بالك احنا برضو عندنا عيب، احنا بنكبر بنحجم المشكله بنحجمها بنعمل عليها سبوت ما بنبرزش الايجابيه. يعني مثلا دايما كل الحته اللي دايما الزوجات بيشتكوا منها ان زوجي ما بياخدش قرار الا للرجوع لبابا وماما. اوكي طب اي نوع من القرارات؟ انا بقول لك ممكن الانسان عشان خايف يزعل حد طول عمره الخوف اللي سكن في وجدانه من الصغير منذ صغر انه مش قادر ياخد قرار في حياته يفضل في حياته كل قراراته. ولذلك تعالي قولي لي كام في الميه بيتجوزوا بامر واصدار امر من بابا وماما في مصر؟ كام في الميه؟ كام الاحصائيه؟ كام في الميه
فشلت الزواجات بسبب الاب والام. في احصائيات فعلا بارقام مش يا دكتور؟ في بصي انا اقول لك الاحصائيات دي صعبه شويه ولكن يعني الدراسات اللي زي دي بتبقى على عينه على 1000 على 2000 ما بيقدروش طبعا يعملوا طبعا. ولكن انت تقدري تعرفيها يعني انت من خلال اصحاب او جيران اصل الموضوع اتفشكل عشان بابا اصل هم اتطلقوا عشان هتحس ان في جبهتين قويتين. لكن لو هناك تفاهم ووضوح بين الرجل والمراه في الاول وكل واحد اختار نموذج اللي هو يناسبه وكل واحد على فكره الحياه ما فيش حد رابح فيها يعني ما فيش حد رابح يعني مثلا لما الرجل والمراه يدخلوا مع بعض في نقاش من الاخطاء الزوجيه ان واحد يقولك انا اللي فزت ده انت خايب فزت في ايه ظهرتها يعني انت فايز بان انت على وفي الاخر خالص تقول انا رايي اللي مشي لا وده جاي انا الرجاله يقولك ايه لا ده انا اسد في البيت اسد في البيت ده تعرف انه فرخه يعني دايما الراجل اللي بيتكلم كتير بيتكلم كتير بتبقى الحته دي قوي عامله له سبوت خلي بالك بيتكلم كتير بس الراجل اللي في بيته يعني احيانا في حاجه اسمها الراجل السلبي الراجل السلبي ده مش بنقول عليه ضعيف شخصيه بس ده اخطر انواع الرجال اللي عايشين في الحقيقه هو المفروض يكتب شهاده وفاه لنفسه السلبي غير الضعيف غير الضعيف تمام غير الضعيف ده احنا عرفنا هو منين وعرفنا ان الهان خليته هي عارفه ان هو عنده 1 و2 و3 و4 وان تدربه على سلوكيات ان هو يتحمل مسؤوليه مش بعد 40 سنه هتدربه على مسؤوليه احنا دايما بنقول نربي يعني هنتكلم كلام عملي ما حدش بيتغير بعد سن ال40 يعني ما حدش بيتغير كتير انت خلاص بقيتي انسانه ناضجه فيك كل حاجه كل شيء ولكنك انت بتتذكري بقى انا اتنقلت من شغلي عشان ابقى جنب بيت اختي او بيت اخويا شوف رايح انا رحت يعني نقلت بيتي قعد ده في ناس بتقعد اسر بتقعد مخصوص بعيد عن شغلها ب 50 كيلو 20 كيلو عشان يبقى جنب بابا وماما عشان بابا وماما ما يزعلوش منه ودي مشكله وهكذا شوفي بقى المشاكل مع دي تيجي بقى تلاقي المشكله والطامه الكبرى انه جيل حصل منه من التعاسه في المنزل في جيل اخر اللي هم الاطفال الصغيرين طبعا ثالث بقى الجيل الثالث ده الجيل ده مضروب بالنار يعني مضروب بالنار في ايه شايف اب شايف اب يعني حتى اي حد اي طلب يطلبه يطلب من الام الاول عشان عارف ان الاب مش هيعمل ودي طبعا كارثه صح وكارثة. الاطفال الاذكياء جدا بيدركوا على طول مين السلطه الاقوى حد يسالني يقول لي طب يا دكتور هو الراجل ما بيحسش ان هو ضعيف الشخصيه او بمعنى اصح هو ما عندوش دم يعني ما بيحسش مبسوط كده يعني مش مبسوط كده عارفه يا استاذه رانيا لا هو ايه لما بيحصل تبلد في الاحساس ماذا تنتظري من رجل او امراه متبلده الاحساس هو زي ما حضرتك ذكرت اتربى على كده اتربى يعني على كده يعني خلاص في التربيه خلاص هو اتعود ان في حد بيتحكم اتعود حد يقوده طول الوقت خايف انه يتحمل مسؤوليه طول الوقت اهله عرفوه انه اهم شيء انه هو يمشي على الرولز دي ولو مش على الرولز دي هيتعرض لتعاسه هيحصل له مشكله انا بقول لك الخوف ان الانسان ما بيخافش لا احنا كلنا بنخاف بس بنخاف من منحنى انحدار في الطريق يعني خوف الطبيعي في ناس بتخاف من حيوانات تطلع لها دي حاجات عادي مسموح بيها ان انت تخافي منها ولكن مش مسموح منك ان انت تتخلي عن سلطتك في اللي ربنا سبحانه وتعالى ادهولك هو شخصيتك شخصيتك والسمات المميزه فيها وان انت تكوني شخصيه تكوني اجتماعيه ويكون عندك تحتوي اللي قدامك ويكون عندك بدائل الاحتواء قوه يا دكتور يعني انا ارجع عن رايي احيانا ممكن يكون هو ده في حد ذاته قوه الاحتواء يعني من اعظم القيم والسمات اللي ممكن تكون موجوده في الحياه لان عندما يعني الاحتواء بيجي بالانصات يعني قيمه الانصات لانه احنا لما بنسمع الاخرين كويس قوي وبنعرف مشاكلهم كويس قوي بنعرف نحتويهم كويس قوي الاحتواء دي فضيله احنا بنحتاجها دايما واي امراه دايما تقول لك ايه انا نفسي رجل يحتويني وحتى الراجل يقول لك انا نفسي امراه تحتويني الاحتواء ده معناها اني موجود البي كل مشاعرك وهي برضه تقول له اني موجود يا رجل البي كل مشاعرك هي ثقافه فنون الحياه الزوجيه ازاي نستمتع بالحياه الزوجيه احنا مش جايين في الحياه الزوجيه معركه قتال سكن وموده ورحمه هو قتال من اجل الاسعاد يعني هو يدور على نقاتل بس للاسعاد مش قتال من اجل التناحر من اجل التباعد مش يطلع لي راجل ضعيف الشخصيه وزي في حاجه زي برنامجك القوي ده انه الستات بيسمعونا كتير قوي خلوا بالهم لما يجي يختاروا لاولادهم هم حتى لو عندهم المشكله دي خلي بالك لابد لو هي حاسه ان زوجها مش ليدر ومش قائد بس خلي بالك هي بتبقى بنسب في رجاله بنسب في راجل بتلاقيه ليدر في حته معينه وفي ستات بقى بينتزعوا
يعني الغضب من الراجل. يعني مثلا في ستات برضو عندهم حته بيضغطوا على الحته نقطه الضعف الراجل بالظبط. احيانا تمسك الراجل بامه في ان هو يقعد يزورها كتير قوي قوي قوي، ده شيء جميل وراقي وراعي. الستات بقى تيجي تتكلم هو طول النهار عند امه، اصل هو ما يقدرش يتحرك من غير امه، اصل ده ابن امه. يا سلام، هو حد يكره بس انهي ابن ام؟ مش المدلل. لا انا بتكلم على اللي هو ايه، بار بوالدي. المفروض يبقى فيه تفاهم. خلي بالك ده انا والدتي مهمه عندي وانا برضو. وخلي بالك الحته دي، دي اكتر حته بتقولك انه ضعيف شخصيه، يعني دي دي المساحه الخلافات كلها فيها. ان هو زوجي ما يعني دي اكتر حاجه، ان زوجي ما زوجي. حاجه تانية بقى، مشاركه الزوج في العمليه التعليميه للابناء. لا انا عايزه اقف هنا قبل ما نتكلم عن الابناء يا دكتور. اتفضل. فكره القوه حضرتك ذكرت، يعني ايه ان انا اكون قوي الشخصيه. بعض الناس بيشوف انه قوه الشخصيه دي ان انا صوتي، سواء رجل او مراه على فكره، ان انا صوتي يبقى عالي، ان انا انفذ اللي انا عايزه تحت اي ظرف، ان اللي انا عايزه هعمله بصرف النظر. تعالي نحلل واحده واحده. الصوت نحلل كل اللي انت شايفاه ونطلعه غلط وانت تقولي لي. بننقل الخبرات والكلام المختلف. الصوت العالي، الصوت العالي رمز انه الصوت العالي في العلاقه بين الرجل والمراه. اولا الصوت العالي عند المراه بيسقط جدا جدا من قدر الرجل. المراه لا تثق في الرجل اللي صوته عالي. ده ضعف يا دكتور الصوت العالي؟ ممكن الصوت العالي هو نقص في الشخصيه، مش هنقول ضعف خالص. هو نقص في قدرات الانسان العقليه، قدراته العقليه ومهاراته لا تستوعب الحدث اللي هو فيه، فبالتالي بيحصل عنده اندفاع انفعالي، صراع داخلي، بيبدا صوته يبقى عالي علشان خاطر يوهم الاخرين انه قوي. ولذلك هو ايه؟ ايهام الاخرين، حيله ايهام الاخرين. اوكي، يبقى هو بيوهم، بيدي الايهام. واخد بالك؟ فدي ده غلط. الحاجه الثانيه انت قلتيها في القوه ايه؟ ان هو ينفذ اللي هو عايزه. ده اسمه نوع من انواع القهر في العلاقه الزوجيه. ولا يمكن ان تكون هناك علاقه زوجيه باسلوب القهر. لان القهر ده هيجيب يعني هيجيب امراض نفسيه عند الزوجه. لا تحب هذا الرجل. طب ما نقطه هنا بقى، ما هو ممكن برضو يقولك ما انا لو كل مره مثلا هتقول كذا انا كده هبقى ضعيف الشخصيه. لا، ما هي بصي اقول لك على حاجه. احيانا الناس ما يعني لم وفي حياتهم الشخصيه، ما كل حاله بتختلف عن حاله، في رجاله كتير قوي ما خدوش وضعهم في بيتهم. اوكي، ولم يقدروا بالقدر الكافي من الام، وان ممكن احيانا يبقى فيه هو شايف ان في بيت اهله بعد وفاه الاب وفي بيته مش واخد ايه، مش واخد دور الراعي الرسمي وان هو يرجعوا ليه او كده، فبيحب يعوض النقص ده مع ايه؟ الزوجه. على فكره الزوجه بتتعرض احيانا لأقصى درجات الضغط النفسي والقهر النفسي عندما تقع رهينة رجل ضعيف الشخصية في هذه النقطة بالذات. شوف ده في تضاد في الجملة، إن تحس بقهر نتيجة لضعف. لأنها تحس إن هو ضعيف في منطقة في ناحية وبيحاول يعوض كل ده في ناحية أخرى. فبيعمل لها زلزال نفسي رهيب جدا. طبعا بيخليها متعة الحياة، بيجيب لها اضطراب نفسي، توتر وقلق، عدم القدرة على الموائمة. وأحيانا طبعا الزوجات الضعيفة الشخصية، الزوجة دي تبقى ضعيفة الشخصية قوي لأنه عشان خاطر حتة الماكينة الاقتصادية أو الحالة الاقتصادية بتضطر إن هي تتحمل علشان خاطر إيه؟ الأولاد. طب هنا بقى لما بيجوا لك يا دكتور بنتعامل إزاي؟ يعني إزاي يعني خلينا نقول إن إحنا برضو في الآخر عايزين نحافظ على شكل الحياة الزوجية، وكل حياة زوجية لها مشاكلها وكلنا لنا أخطاء. هناك هتتعامل إزاي؟ هناك من الأخطاء ما نستطيع أن نتجاوزه، ولكن انا هنا بكون زي الجراح. خلينا نتكلم بصراحه، يعني ضل حيطه ولا ضل راجل ملوش لازمه؟ لا بقى، ضل حيطه انا احسن من راجل ملوش لازمه يقرفني في حياتي ليه. انا جدا احترم المراه التي تقدر نفسها والتي تمتلك سلطتها ونفوذها. بمعنى ما ينفعش ان الراجل يعتدي ويهين امراه باي اسلوب من الاهانه، سواء الاهانه اللفظيه. احنا مش في مجتمع عادي، احنا في مجتمع مصري، احنا في الصعيد عمر الراجل الصعيدي ما بيمد ايده على زوجته. دكتور علاء صعيدي فدايما يرجعنا. لا يعني اقصد يعني احنا لازم نبص على القيم الجميله ونعمل سبوت. صح طبعا. وليه طبعا ما نعملش سبوت على القيم الايجابيه؟ يعني اقول لك ايه، طب اجمل رجاله فيك في مصر يقول لك ايه؟ الراجل الصعيدي. وهو الراجل الصعيدي ده يروح يعلم ناس كتيرة قوي ازاي يعلم المراه يتحمل المسؤوليه. يتحمل المسؤوليه، بيعتبرها المراه في الصعيد قائده في حد ذاتها، ملكه. وهي المرأة لو صحيح يا دكتور المرأة الصعيدية وتد كده وقوية، وممكن تكون أقوى من الرجل أحيانا، يعني يقولوا ساعات هي أقوى منه في التحمل، يعني في العمق. لا هي أقوى منه بيقولوا كده في العمق، في التحمل. لا هي المرأة أقوى من الرجل في كل حاجة، دي احنا عارفينها.
يعني لان انا يعني ليا مقوله كده ان ايه، انه الرجل اصلا لا يدرك رجولته الا في عيون امراه، ولكن المراه يعني اللي بتدي جواز مرور ان هو ده الرجل هي المراه، هي اللي بتدي جواز المرور. طبعا ده الكارت اللي الاساسي، ولكن الانثى تستطيع ان تستشعر انوثتها من كل البشر، من مامتها، من خالتها، من عمتها، من اصحابها، صح ولا لا؟ طبعا. لكن الراجل انهي راجل؟ ايه المواصفات؟ ولذلك يا رانيا هانم الموضوع يخلينا نقول ايه، الاختيار من الاول اساسه ايه. وما تزعليش بقى، انا بتضايق، انا ببقى زي الجراح، ما تجيش بعد 10 سنين وتقولي لي الالم الالم الالم. لو انا بسميه بالظبط زي الورم في الجسم، لما بنسيبه بيكبر 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 بيقضي على الانسان، صح؟ لكن مثلا بعد شهرين ثلاثه اربع شهور يقول لك يا ريتني جيت بدري عشان استأصله. انا هنا ببقى زي الجراح، اشتري حياتي واشتري عمري واشتري سنين عمري اللي جايه، وما اقولش اصل انا استحمل، اصل انا مش عارف ايه، خصوصا حسب ظروفها. وانا بنصح كل اب وكل ام بقى اولادهم متجوزين وعايشين تعساء، انا بقول عمر الانسان الحقيقي في 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 وقت السعاده اللي عاشها. يعني واحد يقول لك انا عندي انا بس أنا اكيد بعد ما نحاول يا دكتور، بعد ما نلجا لاستشاري زي حضرتك مثلا، يعني نعرف يعني الطبطبه 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 على الالم بتزيده الم، الطبطبه على الالم بتزيده الم. لا انا عايزه حلقه بقى مخصوص اعرف امتى بتبقى جراح وامتى بتطبب او تخاف. دي عايزه حلقه لوحدها يا دكتور، ضروري ضروري. احنا يعني وقتنا خلص، ولكن اعتقد ان احنا يعني مع دكتور علاء حاطلنا يعني الخطوط تحت نقاط هامه جدا في حياتنا بالنسبه للمواطن القوه ومواطن الضعف. في ختام اللقاء بشكر دكتور علاء رجب استشاري العلاقات الاسريه والزوجيه. شكرا يا دكتور لحضرتك. شكرا لك. ومشاهدينا بنتمنى تكونوا استمتعتوا معانا بحلقتنا النهارده، وغدا ان شاء الله لقاء جديد باسره جديده وسيدتي.